السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم المهندس حسن حسام من شركة واياكس في الاوتوميشن اند تريدنج. النهاردة هنكمل كورس ال HMI في الدبلومة بتاعتنا، وهنتكلم عن الريسبي. ايه هي الريسبي وليه بحتاج اعملها وازاي اقدر اعمل لها ديزاين؟ الريسبي ببساطة هي وصفة، يعني انا عندي برودكت معين بيتكون من مكونات، كل حاجة من المكونات دي ليها نسبة معينة، سواء تايم تشتغل فيه او رقم يتحط في ميموري في البي ال سي فالبرنامج يشتغل. بدل ما كل مرة اجي اعمل البرودكت ده اروح انا حاطط سيتنج الارقام دي، لا، انا اختار البرودكت بتاعي والاوريدي الارقام دي مكتوبة فتتحط دايركت على البي ال سي عشان البرنامج. يعني ايه الكلام ده؟ ممكن نتخيل الريسبي دي زي وصفة الكيكة كده. الكيكة تتكون من بيض ودقيق وسكر، كل واحدة ليها نسبة. فبدل ما يجي يقول لي البي ال سي بص انت هتاخد بيض بنسبة كذا وسكر كذا ودقيق كذا، فمن التكرار ممكن اتلخبط، لا انا هختار كيكة، فتروح اوريدي الارقام دي كلها رايحه للبي ال سي فيقدر يشتغل البرنامج كويس. تمام، انا ممكن يبقى عندي اكتر من ريسبي، يعني ريسبي واحده للاكل، في بقى كيكه ومكوناتها، نفس المكونات دي ممكن يكون بيتعمل منها حاجه تانية بس النسب بتتغير، ممكن يبقى في ريسبي تانية مشروبات، ممكن يبقى في ريسبي تالتة، وهكذا. ازاي اقدر اعمل ريسبي على الاتش ام اي؟ لو جيت تحت هنا هلاقي في حاجه اسمها ريسبيز، فتحتها هنا بقى الريسبي نفسها، مشروبات مثلا، اكل، whatever الريسبي بتاعتي ايه، وده الديسبلاي نيم اللي بيظهر في الران تايم. وده رقم الريسبي، وهنشوف دلوقتي ممكن اعمل بيه ايه. هنا المكان اللي هيتسيف فيه الريسبي دي، دلوقتي دي محتاجه ميموري، فهل هسيفها على الميموري بتاعت ال HMI نفسها، ال HMI internal memory بتاعتها، ولا هسيفها على ميموري كارد، ستورج كارد، وهكذا. ده بالنسبه للريسبيز نفسهم. الريسبي الواحده دي بقى بتتكون من ايه؟ ايه الاليمنتس بتاعتها؟ يعني لو انا عندي حاجة زي مشروبات كده، فانا عندي شوجر، عندي ووتر، عندي مية، وعندي سكر، عندي مثلا اورنج فليفر، عندي ابل فليفر، او ممكن ابل جوس، اورنج جوس. دول ايه؟ دول مكونات الوصفة بتاعتي. يعني انا لما اجي اعمل عصير هستخدم حاجات من دي، ممكن حاجات تبقى بزيرو، حاجات تبقى بمية في المية، حاجات تبقى بعشرين، حاجات بتلاتين، whatever هستخدم منهم قد ايه، بس دي المكونات نفسها، دي الدقيق والبيض والسكر في الكيكة. طيب الحاجات دي هي اللي بتخش في البرنامج فبتعمل لي الاوتبوت بتاعي، فلازم اربطها بتاج، يعني لازم الحاجات دي كلها تكون مربوطة بالتاج بتاعها اللي موجود في البي ال سي. الاول في الديسبلاي نيم بخليه نفس النيم، هاجي اروح للبي ال سي هعمل تاجز، اد نيو بلوك، داتا بلوك خليها اتش ام اي، اوكي، واحط حاجه للشوجر،
يبقى انتجر مثلا، عندي شوجر، عندي ووتر، عندي اورنج جوس، عندي ابل جوس، نعمل كومبايل ونرجع لل HMI. هاجي احط التاج بتاع الشوجر بروجرام بلوكس HMI شوجر الووتر اورنج جوس ابل جوس. دي المكونات بتاعتي. طب المكونات دي بقى هتعمل لي ايه؟ انا هعمل مثلا عصيرين، واحد اورنج جوس والتاني ابل جوس. display name اخليه زي النيم بتاعي. ده ايه النمبر ده؟ ده رقم الداتا ريكورد بتاعتي، يعني نمبر بتاع البرودكت. لو انا شغال على الاورنج جوس هيبقى الرقم بواحد، شغال على الابل جوس الرقم ده باتنين. طب ايه دول؟ دي انت عايز الحاجات دي تبقى بكام لما تيجي تشتغل على كل واحد، يعني لما تيجي تشتغل على الاورنج جوس. انا مثلا عايز اخلي السكر ب30% واخلي الميه ب20% واخلي الاورنج جوس ب50% والابل جوس 0%. طب انا عايز اشتغل على الابل جوس، هخلي التفاح 60%، الاورنج 0، الميه 30 او خليها 25، واخلي الشوجر 15% مثلا. يبقى دي الارقام اللي انا هكتبها في الميموريز دي. بدل ما انا بايدي افضل اعمل سيتنج ان انا المره دي هحط ده 30 وده 20 وده 50، لا، انا مجرد هختار البرودكت بتاعي اورنج جوس وتروح الحاجات دي رايحه للبي ال سي، اروح اختار الابل جوس الحاجات دي تروح للبي ال سي. ده لو انا شغال على البريفريجز. لو اشتغلت على الفود، انا عايز حاجه تانية هنا كاليمنت، هزود احط مثلا شوجر، عندي سكر، عندي اي حاجة، عندي ايج مثلا، whatever الحاجة اللي عندي، احط برضو display name واروح على ال HMI ازود ايج لان انا ما عنديش هنا لسه ايج، واعمل compile، ارجع للريسبيز، اربط كل واحده بالتاج بتاعها، هو نفس خط الانتاج فهو نفس الشجر، واخلي ده مثلا احط 30 شجر واحط 10. واخلي ده تسيف برضو على الستورج كارد. اروح بقى لل HMI نفسها، الروت للسكرين بتاعتي، هلاقي هنا في الفيو حاجة اسمها ريسيبي فيو. لما اجي احطها كده هلاقي ان انا في الاول ممكن اختار الريسيبي بتاعتي، يعني انا عندي تو ريسيبيز، ممكن اختار البيفرجز بس او الفود بس او ما اختارش حاجة. ولو ما اخترتش حاجة يبقى انت من جوه الريسيبي تقدر تختار بعد ما تعمل ران تايم الريسيبي اللي انت عايزها. ايه الريسبي تاج ده؟ دلوقتي انا عندي اتنين ريسبيز، انا عايز اعرف انا شغال على اني ريسبي، انا شغال على الفود ولا شغال على البيفرجز. فساعتها في رقم هيتحط في تاج اللي هو رقم الريسبي. لو جيت هنا هلاقي ان رقم الريسبي بتاعت البيفرجز دي نمبر 1 والفود نمبر 2، فانا ممكن اخلي تاج يتحط فيه الرقم ده. لو رحت ال HMI وزودت recipe number خليها
خليته انتجر برضو. ساعتها ممكن اجي هنا واقول له بص يا حاج الريسبي اللي انت تشتغل عليها حطها لي في الريسبي نمبر واحد او اتنين. طب زي ما هعمل للريسبي هعمل للداتا ريكورد. انا دلوقتي عندي لو رحنا للريسبس تاني في دي عندي اتنين داتا ريكورد، عندي اورنج او ابل، يا واحد يا اتنين، انا عايز اعرف انا شغال على انهي واحدة. هنا انا عندي واحدة بس خلاص مفيش مشكلة، فاروح ممكن ارجع لل HMI داتا بلوك واحط داتا ريكورد نمبر اللي هي اني برودكت اللي انا شغال عليها دلوقتي، اني برودكت جوه الريسبي اللي انا اوريدي مختارها دي، رقم واحد ولا رقم اتنين. فاجي هنا هختار التاج بتاعي اللي هو داتا ريكورد نمبر. هنا اقدر ازود اغير الابيرنس براحتي، اغير التكست فورمات. هنا اقدر اختار ايه البوتنز اللي انا عايزها تبقى موجوده على الريسبي وايه اللي مش عايزه يبقى موجود. انا عايز مثلا اد داتا ريكورد، مش عايز اد داتا ريكورد، وهكذا. ممكن ازود في سكيورتي اوثرايزيشن، يبقى اشخاص معينين اللي يقدروا يتعاملوا مع الريسبي ويغيروا فيها الحاجه. طب لو انا عايز بوتن معين يبقى فيه اوثرايزيشن دي، ساعتها هشيله من هنا واعمل بوتن عادي واحط له الاوثرايزيشن بتاعته. لو جيت اعمل نزل الكلام ده على البي ال سي، ونحط الميموريز بتاعتنا عشان نشوف الارقام دي هتتغير ازاي من وورد 0 لغايه وورد 12. بلوك وورد 0 خليها انتجر، وورد 2 او دسم مش كده. وورد 4، وورد 6، وورد 8، وورد 10، وورد 12. لو جيت اعمل هنا سيميليشن زي ما احنا شايفين كده، في الاول هيطلع فاضيه. هاجي هنا اختار الريسبي اللي انا عايزها، عايز فود ولا عايز بيفرجز، اختار بيفرجز مثلا. دي المكونات بتاعتي، طلع بفاليوز مش مكتوب حاجه 0000. ليه 0000؟ عشان ما اخترتش الداتا ريكورد اصلا. بس خلي بالي من حاجه، اول ما اخترت البيفرجز دي بقت بواحد خلاص، انت مختار الريسبي اللي هي عندي رقم واحد. طب لو غيرتها وجبت الفود دي باتنين، فانا مختار الريسبي اللي عنده رقم اتنين. نرجع للاولانيه واختار ابل مثلا. لو جيت هنا هلاقي دي باتنين اللي انا اخترت الابل، بس الباقيين لسه زيرو. ليه؟ عشان انا لسه ما كتبتش على البي ال سي دي ايه ودي ايه. لو خدنا بالنا ده البي ال سي نفسه، لو دوست على ده يبقى انا بقرا الارقام اللي على البي ال سي، وده اللي حصل. البي ال سي كان عليه كلهم بزيرو، فدلوقتي بقوا بزيرو. طب لو جيت هنا 30 و20 و50، لو دوست هنا لسه زيرو. لو دوست على ده ان انا بكتب على البي ال سي داونلود تو بي ال سي، فساعتها هلاقي فيه 30 وال20 وال50. طب لو رجعت للابل تاني، انا كنت قلت ان انا ما يعملش سيف وعملت داونلود تو بي ال سي، هلاقي فيه 60 وال15 وال25. تمام. لو رحت الفود واخترت البرودكت بتاعي اللي انا عايزه وعملت له داونلود تو بي ال سي، هلاقي اتعمل له داونلود 30 و10.
30 دولار السكر وده 10 ودول ما تغيروش عشان ما قلتش ان هم بزيرو. عايز اعمل داتا ريكورد جديده فساعتها هقول هاد نيو واحط الداتا ريكورد نيم اللي انا عايزها واحدد لها الفاليوز بتاعتها. انا عايز دي 55 مثلا، عايز دي براحتي، يبقى اقدر ازود براحتي. عايز اعمل ديليت ادلت مفيش مشكله. عايز اعمل سيف بعد لو عملت زودت كل الكلام ده براحتي طالما انا ليا الاثورايزيشن ان انا اشتغل هنا زي ما انا عايز. عايز اعمل اديت للواحده، يعني هنا مثلا في الابل عايز اخلي دي بدل 15 20، برضه اخش اخليها 20 عادي جدا واعمل سيف كده تتسيف. لو ما عملتش سيف هتتمسح وهكذا. شكرا.